السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة التلفزيون التربوي لمادة الإنجليزية للصف الثالث متوسط الأسبوع 13 و14. السؤال هذا الأول: Read the following passage carefully and then answer the question blue. يعني اقرأ القطعة بعناية ثم أجب على الأسئلة اللي موجودة أسفل هذه القطعة. جو ريتشارد فينيشد ذا سكول وين هي واز 18. يعني جو كمل الدراسة عندما كان عمره 18 سنة. And then his father said to him, father قال له you have passed your examination now. أنت الآن كملت الامتحانات. جو and you good marks in them. يعني حصلوا على درجات جيدة في الامتحان. Now go and get some good work. يعني الآن أنت تستطيع أن تذهب وتستطيع أن تحصل على عمل جيد. تستطيع أن تذهب وتحصل على عمل جيد. They are looking for clever people at the bank in the town. الآن looking for يعني هم يبحثون عن الناس الشطار اللي يعملون في بنك المدينة. The clerk الكاتب اللي there are get quite a lot of money now. يعني يقصد الكاتب اللي موجود في البنك يحصل على مبلغ جيد الآن، يعني راتب جيد يحصل حاليا. A few days later بعد أيام، يعني بعد أيام أخيرة، جو went to the bank and asked for work there. يعني بعد فترة من الزمن جو سوى ذهب إلى البنك وطلب منهم أن يعمل هناك. A man took him into a small room. رجل أخذ وين إلى غرفة صغيرة. And gave him some question on the pieces of the paper. يعني أخذ إلى غرفة صغيرة وانطى بعض الأسئلة على الورقة، مكتوبة على الورقة. جو wrote his answer on the paper. جو سوى كتب الأجابات على الورقة. And then ثم he gave them to the man. إنه بانطاها إلى الرجل. The man looked at them a few minutes. الرجل سوى نظرة إلى مدة دقائق على على الورقة. And then he took a pen and said to Joe. ثم أخذ القلم من جو وقال له your birthday was on the 12th of the June. يعني عيد ميلادك هو في 12 من جون. Mr. Richard، هذا الاسم مستر ريتشارد. يس سير، يس سير، جو سيد يعني قال له يس سير. واتس يور ذا مان اسكد او افري يير سير، جو سيد قال له وات السؤال الرجل وات يا سنه او افري كل سنه. قال له جو يعني قال له عمري يعني ميلادك هو 12 جون اللي هو شهر حزيران، وقال له كل سنة أنا يعني أو أفري قال له يا أي سنة، قال له في كل سنة. هنا نجي when did جو finished school، متى جو كمل الدراسة. احنا قلنا عندما كان عمره 18. when did جو finished school at when he was يقول جو he was 18 عندما كان عمره، هل نزغر الكتاب شوية، عندما كان نجي على الثاني. يقول السؤال الثاني يقول جو was جو hard working or lazy. yes جو he was hard working.
هو كان يعمل بجد. He was hard working. زين نقطة. زين نجي على السؤال اللي وراه، يقول هل the clerk at the bank get a very good salary، يعني هل يستلم راتب جيد؟ الجواب yes، نعم يستلم راتب جيد. نجي على السؤال وراه ويقول what did his father ask him to do، ايش قال له ابوه ان يعمل؟ ايش قال له هو؟ he asked him to go and get some good work، يعني قال له اذهب واحصل على عمل جيد. نقول he he asked هو طلب منه حول الماضي، asked him to go and get some good work هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي هنا عندنا يقول what did the man take from Joe، ايش اخذ من عنده؟ هو ما اخذ من عنده الاوراق، هو اعطاه الاوراق، جو اعطاه الاوراق، هو اخذ من عنده القلم. نقول he took او he took يعني اخذ منه، he took a pen from Joe، اخذ او him نقطة. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال الثاني يقول the children happily played in the garden all day put in the order، يعني رتب الجملة. احنا في هذه الحالة اول شيء نجيب الفاعل، نشوف الجملة ما بها اداة استفهام يعني ما بها اداة سؤال، فنجيب الفاعل، فالفاعل هو the children، the children، the children. وراها ورا ما جبنا الفاعل شعدنا عدنا نجيب الفعل played، بلايد الأطفال يلعبون. وين يلعبون؟ هابلي بسعادة أو بسرور، هابلي يلعبون بسعادة in the garden في الحديقة، in the garden all day طوال اليوم. زين نجي على الجملة الثانية، خلينا carefully home work وhis وafter، يقول أيضا رتبها، فأناش عندي أدور على الفاعل، الفاعل هو مناف، مناف مناف، إيش بي مناف؟ لازم أجيب وراء فعل مناف، عندي الفعل does، مناف does، ايش عمل does؟ does his homework، هنا الفعل الرئيسي هذا ترى does his homework، عمل واجب البيتي، does his homework عمل الواجب البيتي، وبعد carefully بدقة، بدقة، وبعد ايش عندنا؟ after supper بعد العشاء، after نجي هنا حلينا هذا السؤال. يجي هنا يقول my brother وخلي فعل بي وقال لي correct
10 cents for 3 years. هنا الفعل احنا تدور ماخذين الماضي المضارع التام، فهنا يصير my brother تاخذ has واخلي been، اخلي been. دائما خلوها ببالكم اذا ما عندكم تصريف ثالث الفعل، اذا عندكم بي صير بين، واذا عندي فعل اسوي التصريف الثالث للفعل مالته. الجمله اللي وراها يقول وير، هنا يقول شنو يصير كوركت ذا فيرب. هنا جاي يسالني لاست نايت عن الماضي، فيو ليف، بس اخلي هنا اخلي كلمه ديد، لازم اجيب الفعل المساعد ديد يو ليف، ديد يو ليف، ديد يو، ديد يو، يو ليف. زين، فقط اخلي ديد. نجي على هذه الجمله، يقول اعتذر ابلوجايز تو يور تيشر فور بينج ليت، لانك تاخرت، فاقول له اي ام سوري، ام 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 سوري، ام سوري. نقدر نقول ام سوري فور بينج، لتأخري، لكوني متأخرا، ليت كوني متأخرا، فور ذا كلاس عن الصف، فور ذا كلاس. وتقدر فقط تقول بس اي ام سوري، كلش كافي، او ام سو سوري عادي، ايضا ماكو مشكلة. يقول هنا I am sorry I just dropped the orange juice on the table. انا اسف اسقطت سكبة العصير على المنضدة. فش اقول له that's okay. الاجابة شنو ريسبونس؟ اقول that's ذلك that's okay. نجي على الجملة هنا، صحح الفعل، قال لي ذا بريزنت المضارع التام البسيط. هنا أنا ما عندي، فلينا تاخذ هاز، لينا تاخذ هاز، وعندي أيضا بين لأن ما عندي فعل رئيسي، إذا الفعل الرئيسي حول تصريف ثالث للفعل. يقول فول إن ذا بلانك فروم ذا ليست بلو، سوفرين، كراودد، فلات، رشكاوة او ركشا، 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 ركشا اللي هي العربة الهندية. احنا عندي اسئلة، اول شيء يقول because London is an extremely فراغ city most people. هنا اعزائي الطلبة لازم تعرف معاني على مود تقدر تحل هذا. يقول عاصمة لندن هي شبيهة عاصمة شبيهة مزدحمة، most people they travel by bus or underground every day، يعني الكثير من الناس شبيهم يرحلون بالباص او عبر الانفاق، المترو الانفاق كل يوم. ف crowded هي معناها شنو؟ معناها مزدحم، فاختار crowded مزدحم. people who live in India city often travel by، اغلب الناس اللي بالهند بيش يرحلون؟ يرحلون بهاي العربة اللي اسمها ركشاو، رك ركشا، ركشا. زهراء بوت باك فراغ اوف ادول دريست ان ذا كيمون، يعني زهراء اشترت هدية او جلبت معها لعبة لابسة ملابس الزي التقليدي، اللي هو الزي التقليدي الياباني اللي يسموه كيمون. وهنا يعني شنو؟ كصورة تذكارية، سوفرن، زين. هاي بالنسبة لحل هذا السؤال. البعض عندنا، هنا هولند، is very يعني شنو هولند؟ مدينة دولة هولندا شبيها is very flat، هي جدا أرض مستوية، flat، احنا حتى مرات نستخدمها هاي، so people، لذلك الناس غالبا يركبون باسكلات. Write the message road correct، يعني صحح الكلمات الموجودة هنا. Go when trade، هاي جاي حول ماضي فتبقى نفسها، نكت فقط أضيف لها ed
كل شيء ما اسوي اي تغيير. نوكد يعني معناتها يطرق، يطرق الباب. نوكد واتش واتشنج سيت من اضيف لها اي ان جي، شو تصير؟ تصير سيتنج اضاعف التي. واحنا قايلين لكم اذا انتهت الكلمه بحرف بالحرف الصحيح وقبله حرف عله واحد فقط اضاعف الحرف الصحيح واضيف اي ان جي. هناك شو ما اسوي فقط اضيف اي ان جي. هنا أنا كلمه بحرين بحراني تصير بس اضيف اي، بس اضيف اي. جابان جابانيز هاي معروفه الكلمه، اخذتوها بالصفوف اللي قبل جابانيز. اضيف هاي الاضافه. هنا يقول باي كار فوت، بيش انا اذهب الى على القدم اقول اون فوت، زين. بينما هنا اقول ان فريندلي واي، بطريقه وديه، في طريقه وديه. سلو سلو هنا اضافه الواي انجرلي تصير انجري، تنقلب الواي الى اي ونضيف الواي. ده تقريبا الاضافات اللي بتنتهي بالحرف واي وقبلها حرف صحيح، صحيح وليس علة، اقلبه الى اي واضيف الواي، اضيف اي اضافة اللي كانت موجودة باستثناء اضافة الاي الاي ان جي. جود هي ويل حسنا، هاي مالتها تتحول الى ظرف. انا من ضفت الواي حولت الى ظروف، جود جيد صفة تتحول الى ظرف اضيف الواي. هنا أنا عندي التنقيط، التنقيط اعزائي الطلبة لو تباعون ايد لايك، ايد هاي مختصر، ايد هاي مختصر، فلازم اخلي ايد لايك انا افضل او ارغب تو اكمباني، ارافقك، هاي كلمة يعني ما اي تغيير بها، كمن ارافق فراس، فكابتل في راس، تو الى تركيا، تركيا ايضا كابتل تركي، نيكست وقت نيكست نوفمبر، اذا هذه اسم شهر فاكتب واخلي علامة نقطة، ليش؟ لان بدت بفاعل. هذا بالنسبة لحل كل ما موجود في حل الاسبوع الثالث عشر. ننتقل الى الاسبوع الرابع عشر، الاسبوع الرابع عشر المرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط. السؤال الاول answer the following question with information from your textbook، يعني اكتب بما تعرفه عن كتاب القطع، هاي القطع اللي موجودة عندك بالكتاب مالتك. How often do the games take place؟ take place يعني تحدث، كل كم مرة تحدث الالعاب الاولمبية الاسيوية؟ every، كل اربع سنوات، every 4 years، كل اربع سنوات. يقول where the first game held، اي مكان اول مرة عقد انطلقت؟ نيودلهي بالهند، نيودلهي. يقول where and when، متى، أين ومتى حدثت the last game held، أي يعني أقيمت الألعاب الأولمبية. آخر مرة أقيمت هي ساوث كوريا 2014، ساوث كوريا، ساوث كوريا، في كوريا الجنوبية، يا سنة 2014. زين، Has Iraq won any medals in the game؟ هل حقق العراق أي ميدالية في هذه الألعاب؟ جواب yes، حقق ميداليات كثيرة، yes yes it has، نعم العراق حقق ميداليات. نجي هنا describe the following sentences whether they are true or false، يعني اجب بصح او خطا عن العبارات التاليه، هاي ايضا تابعه للقطع. عندنا ليبيا is mostly desert، يعني اغلب ليبيا هي مدن صحراويه، الجواب true.
هنا there is no agriculture in Libya، يعني لا توجد زراعة في ليبيا. الجواب خطأ، توجد زراعة في وصر. The capital of Sudan is Khartoum، يعني عاصمة السودان هي الخرطوم. الجواب نعم true. Sudan gets most of its water from the Blue Nile، يعني شنو معناها؟ انه السودان هي تحصل على اغلب الماء من نهر النيل الازرق. لا مو اغلب تحصل عليه، الجواب فوص، عندها مصادر اخرى للمياه. لبتسمجان، مدينة اسمها لبتسمجان is a modern city، هي مدينة حديثة. الجواب لا، هي مدينة تاريخية قديمة، فولس. هاي بالنسبة لحل هذا السؤال. نتحول على السؤال الوراء، does as required، يعني هذا هو اللي خاص بالقواعد. هنا أنا عندي ترتيب لهذه الكلمات. اول شيء احنا هذه الكلمات قلنا نشوف هل هي اداه سؤال، ماكو اداه سؤال، اذا هي شنو؟ تبدي فاعل، فاقول اي تبدي بالفاعل اي. دائما عاده الظروف يوجولي وذني، اذا اكو فعل مساعد عزيز الطالب اخليها بعد الفعل المساعد، اذا ما عندي فعل مساعد اخليها بين الفاعل والفعل الرئيسي. الفعل الرئيسي هو جيت، زين جيت ريدي، لازم جيت ريدي جاهز، يعني وين جيت ريدي فور سكول، فور سكول، فور سكول، جاهز للذهاب الى المدرسة، فور سكول. باعوا هنا أنا بما انه كوكلي بها الواي يعني ظرف، فتجي بالاخير، تجي بالاخير، باعوا تجي بالاخير، تجي بالاخير، تجي بالاخير، بس قبل من؟ قبل ظرف الزمان او ظرف المكان. عندي انا in the morning، هذا في الصباح، هذا ظرف شنو؟ ظرف زمان. وعندي منو؟ عندي كوكلي، كوكلي بها الواي يعني ظرف بسرعة، فكوكلي quickly، والنوبة وراها ظرف الزمان in the morning. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال الثاني، I live in the house when I was little. هنا شوفوا وين عندما، هنا وين أداة الربط عندما، عندما جاي وراها I was little ماضي، إذن هذا أيضا يجي ماضي فيصير lived، أضيف له ED. هنا cotton and sugar grow in Sudan by farmers. Correct the verb، صحح الفعل. Are grown، are grown، استخدم are grown، التصريف اللي هو هذا المبني للمجهول، المبني للمجهول. فالمبني للمجهول احنا is او are، وهذا حالة من حالات المبني للمجهول is او are، والتصريف الثالث للفعل grow، ينمو يصير grown. هنا يقول use present perfect tense. هنا انا عندي اي سي تي، احنا ماخذين present perfect يعني المضارع التام، المضارع التام. فالمضارع التام شو اسوي؟ سين، اقول هاف باعوا هاف سين. ليش؟ لان اي تاخذ هاف، وهنا عندي فاعل فما يحتاج فعل رئيسي، فما يحتاج اقول بين، فاقول هاف سين. زين الورا ايضا ترتيب جملة، احنا هنا نشوف ما عندنا اداة سؤال، فعندنا اول شيء الفاعل هو ماي فريند، صديقي. بالمناسبة هو ايضا خالي ماي كابيتال، يعني اقدر اعرف انه هاي تبدي بالبداية ماي فريند، صديقي. ايش بي ماي فريند؟ لازم اجيب فعل، عند الفعل سانج، يغني، سانج ماي فريند، صديقي يغني جيدا، هذا الظرف well حسنا او جيدا. شنو بعدين؟ ظرف الزمان اللي هو last night، اخر الليل، يغني جيدا اخر الليل. الجملة الوراها يقول you should always drive، يعني يجب ان دائما، انه دائما تسوق. اقول له careful، بحذر، لو carefully، حذرا لو بحذر. شوفوا دائما من تشوفون كلمة بالأخير تأخذون carefully، بس إذا ما وراها ظرف مكان، إذا ما وراها ظرف زمان أو ظرف مكان، فسأختار، أختار carefully. الاختيار راح يصير هنا، راح يصير عندنا الاختيار، راح يصير carefully، carefully راح يصير الاختيار. ليش؟ لأن دائما أختار اللي بيها الواي. زين نرجع على نكمل الأسئلة. يقول complete the following sentences with words from the last blue، يعني هاي الكلمات كومبلانس اكسويستس العفو اكسكويست يعني رائع، كونسترنتن
يعني تركيز وصفر يعني شنو تذوق، يعني يقول يتذوق وجبة، صفر يعني وجبة. The material used to make that jacket is المادة المصنوعة منها الجاكيت راح أقول اكسوكست يعني رائعة رائعة اكسكوزت زين اكسكوزت زين. الجملة اللي وراها يقول try and sever، حاول ان تتذوق طعم هذه الوجبة، سيفير تتذوق هذه الوجبة. هنا there are lots of about lake of food the party، هنا شنو عندنا احنا الوراها راح تصير complaints يعني هناك شكاوى، complaints شكاوى، فهنا راح اختار complaints. هنا لينا is very، ايش بقى عندي لينا is very hard on her math homework، يعني معناها شنو العفو هنا الثالثة اي مش عندنا بعد عندنا كلمة constructing، يعني شنو constructing يعني تركز في لينا تركز في عملها الواجب الرياضيات، جدا مركزة في واجب الرياضيات constructing كون سن ترا تن كونسترنتينج زين كونسترنتينج. نجي على السؤال وراء يقول هنا رايت وورد ذا ماتش ذيس انفنشنز، يعني انطي تعاريف لهذه التعريفات، انطي ثينكس ذات فارمر جرو اللي الفلاح اللي يزرع شنو جروبس محاصيل جروبس زين. الثانية kind of glue نوع من أنواع الصمغ اللي هو gum يعني الغراء. with mountains بدون جبال اللي هي الأرض المستوية الفلات. factory for changing sugar or oil from their natural cities يعني المصنع اللي يغير اللي يصفي يعني يقصد يصفي الشكر ويخل وايضا النفط يسمى ريفاينري عادة يسمى المصفى ريفاينري زين. نجي على السؤال اللي وراه هنا أنا عندي write the missing word correctly يعني اكتب الإجابة الصحيحة الكلمة المفقودة. هنا كلمة grow go gone انتو تعرفون go when go is through thrown تصير thrown ضيفون تصريف الثالث للفعل. test هو نفسها tested ضيف فقط ed. كندا هنا كندا شنو باعوا قطر قطري كندا شنو مالتها شو يصير يصير كنديان يعني كندي. هناش عندي فرانس صير فرانج فرنسي العفو هنا أنا اكو خطأ صار فرانج اي زين فرنجي او فرنسي. يقول سلو فاست باد عكسها شنو ويل بادلي عكسها ويل هاي جايتن وايد عكسها نارو ضيق زين. نجي على السؤال اللي وراء يقول هنا أنا عدي تنقيط if you drive fast you if هنا أنا لازم أبدي بكابتل لتر هاي if إذا if you drive إذا تسوق بسرعة fast you might ربما شوفوا هنا الجملة الأولى خلصت فلازم مش أخلي كوما you
يجب you might رب أو العفو ربما أنت ربما شنو إيش راح يصير have تسوي حادث يحدث لديك an accident accident answer the or complete the following question according to alive is like a cup of coffee يعني اكتب الأسئلة حسب ما أنت موجود عندك في قطعة الحياة عند في كوب من القهوة شوف where are الأمانيا from يعني منين جو كانوا الخريجين كانوا الخريجين جايين من different هاي موجودة القطعة بالكتاب من different Iraqi province من مختلف المحافظات العراقية من مختلف المحافظات العراقية نجي على السؤال الثاني يقول when the professor went to the chicken العفو to the kitchen what did the return with يعني من راح للمطبخ جابوا يا هو جابوا يا a large جابوا يا a large pot صحاء وعاء كبير شبي of coffee يعني كوب جاب كوب للكوفي كوفي للقهوة and ومع شنو an a sort assortment assortment ment مع تشكيلة of cups تشكيلة منين من الأكواب تشكيلة من الأكواب زين يقول what did the why did the professor bring different cups for the coffee ليش هو جاب هذه الشغلات اللي على مود انا راح اكتب لكم اياها to give على مود يعطيهم ليش جاب هاي الاكواب المختلفه to give لينطيهم شنو درس اخلاقي to give them amora لازم يصير amora listen على مود ينطي درس اخلاقي يعني درس توعوي did the الألمانيا يعني الألمانياي يعني الخريجين understand the moral lesson of the difficult cups يعني عرفوا الخريجين بهذا اتهموا من الدرس yes they did يعني استوعبوا الدرس يقول the ألمانيا went from the city center to professor house by بيش اجوا للبروفيسور اجوا بالركشة الركشة اجوا بالركشة بالعربة الهندية فاحنا راح نختار ركشة زين نجي هنا يقول هذا الانشاء write about country make use of these notes the name of the country it is capital it is sites pollution climate exports احنا هنا شوفوا اعزائي الطلبه هذا الانشاء موجود يعني اغلب المدرسين نعطيكم الانشاء على هذا الموضوع احنا راح نكتب مثلا على العراق بس هنا شو نقول العراق مثلا is the middle العراق situate مثلا العراق Iraq is situated يعني يقع when in the صح تلا لازم Iraq is weighted
in the middle east. يقع العراق في الشرق الأوسط. هاي بالنسبة للسؤال الأول. يقول it is capital، شنو عاصمة العراق؟ نقول the capital بغداد is the capital، أو the capital of Iraq is بغداد. بغداد that is the capital of Iraq. المدينة هي بغداد عاصمة العراق. كتبنا على اسم البلد وكتبنا على هذا. هسه نجي هنا مثلا نكتب على عدد السكان population. احنا صراحة نكتب نقول مثلا the population of Iraq، عدد سكان العراق the population of Iraq، عدد سكان العراق ايش قد؟ about $41 million، يعني حوالي 40 مليون people، سكانه. زين كتبنا عن سكانه. بعد شي يريد يقول كليميت، يعني اكتب عن من؟ عن طقس العراق. نقول ذا وذر، المناخ. ذا وذر نقول ذا وذر ذا وذر اوف عراق، طقس العراق از فيري هوت، هو حار. In summer and cold in winter. زين بعد هو شنو يقول؟ تكلمنا عن التصدير. العراق عادة شي يصدر، هو بلد اقتصادي يعتمد على النفط، فنقدر نقول إيراكي the main part of the main part of Iraq of of economy، لازم في الاقتصاد العراقي of Iraq economy of 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 economy of economy in Iraq. شنو هو؟ is oil، هو النفط. and it is، اقصد النفط. and it is exported يصدر او export. it is export for many countries، عدة بلدان، عدة بلدان. زين يصدر الى عدة بلدان. لهنا انا اعزائي هاي خلصت، يعني ما في عدة بعد شيء، وانت تقدر تكتب اي شيء تضيف عليه. لهنا انا اعزائي الطلبة انتهى درسنا لهذا اليوم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك.